رفع أبناء الكنائس المسيحية في المملكة الأدعية والصلوات من أجل الأردن ملكاً وشعباً. جاء ذلك خلال إحياء الكنيسة الكاثوليكية يوم الحج المسيحي إلى مزار سيدة الجبل في بلدة عنجرة. وأشار المطران ويليام الشوم لمطران اللاتيني في الأردن إلى أن هذا التجمع الديني المسيحي هو الأول من بعد تخفيف القيود جراء جائحة كورونا، داعياً أن تكون ثمرة الحج خيراً على جميع المشاركين وذويهم، وأن يسود السلام والمحبة والتسامح أرجاء المعمورة. وخلال القداس منح المطران الشوملي المناولة الأولى لعدد من أطفال الرعية. إذا لما العذراء بتقول صنع بي عظائم، هي تعلم أن الله أعطاها الكثير والكثير. إذا الله كرمها وأنعم عليها وميزها وطوبها، فمن نحن حتى ننكر عنها ما أراده الله لها؟ من نحن؟ ربنا اللي كرمها، نحن نكرمها لأن الله كرمها. هذا السبب الأول. اثنين، عندما نكرمها نحن نكرم عطايا الله فيها. كل شيء فينا زي ما كل شيء في العذراء أمنا هو من الله، فعندما نكرم هذه الأم السماوية إنما نحن نكرم ونشكر ونسبح من وهبها كل هذه الامتيازات. نقطة أخرى، ما صار لمريم هو نبوءة عما سيحدث لنا، يعني انتقالها للسماء بالنفس والجسد مثلا هو نبوءة عن قيامتنا نحن في آخر العالم، نحن أيضا سنتمجد مثلها في السماء بالنفس والجسد، وما أعطي لها هو إنباء ونبوءة عما سيعطى لنا. فمريم هي صورة مسبقة عن الكنيسة، وما أنعم الله به عليها سينعم به علينا نحن أيضاً.